دن 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 في الجزء الثاني من ماي بلاي هوم أو حلقة ذئب القرية، ذهب الرجال القرية واجتمعوا مع بعضهم. وبعد أن اجتمعوا قرروا أن يذهبوا إلى الغابة لكي يأخذوا هذا الذئب الموجود في القرية وينقلوه إلى مكان آخر. لنرى ماذا سوف يحصل في هذه الحلقة. في الصباح ليست هو ماذا هناك جون؟ أمي حسبت أن الجسد رعبتنا. أنا آسف. هيا الآن سوف نلبس حسنا، وأنت أيضا اذهب لكي يقضي أباك. سوف يتأخر على من القرية. سوف أذهب لكي يقضي. عزيزي هيا قم، يبدو أن الجرس لم يرن. هيا هيا. اجتمعوا لقد نسيت. هيا حسنا سوف ألبس بسرعة. هيا كلكم تجهزوا. حسنا الجميع جاهز. عزيزي اذهب لكي تفطر، ونحن فطرنا من قبل. فطرتم فطرنا قبل أن نجهز. حسنا سوف أذهب لكي أفطر. سوف أفطر من الخبز الذي أحبه، خبز التوست. خبز التوست اللذيذ. يومي 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 يومي. ما لذة. لنأكل. هيا لنأكل 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 لنأكل. لقد أخذ رجال القرية معهم طعام، لذلك فأكل منهم. حسنا حسنا إلى اللقاء عزيزي. بابا إلى اللقاء. انتبه إلى نفسك. حسنا عزيزي عزيزي يضع. بابا انتبه إلى كلك الذئب لم يأكله. إنه شجاع. نعم. حسنا إلى اللقاء. بابا إلى اللقاء. إلى اللقاء. مع السلامة. رفقتك السلامة. حسنا يا رجال الحال بخير. نحن بخير. نعم حسنا هيا لنذهب. هذا غريب، ليس من عادة الذئب ان ياوي في الصباح. نعم ماما لا اريد ان اجلس عند النافذة. وانا ايضا. حسنا حسنا. ها ها. لا 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 افتحيها اختي. ماذا هيا تعالوا نمد الأماكن. هل تذهبون إلى متجر الآيس كريم؟ ياي نعم نذهب. لكن عزيزتي ماذا عن الذئب أختي؟ لقد نسيت. حسنا أيمي اذهبي إلى غرفتك ولعبي بألعابك. ما رأيك بأن نتصل بجيراننا لكي يأتوا؟ لكن ليس جيراني الذين بجانبنا. حسنا حسنا سوف أتصل بجانبنا بجيراننا الذين عندهم بيلا. ياي وأنا. لا تقلق إن عندها ابنها أيضا جيمي. حسنا أمي سوف أتصل بها. بعد أن اتصلت ماذا قالت يا أمي؟ سوف تأتي هي وأطفالها. ياي ياي هي سوف أذهب لك أرتب غرفتي. ايمي ليس من عادتك ان تكون غرفتي مكركبة. لا لقد كنت من امس خائفة لذلك ككبتها. حسنا لارتبها الان. لا 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 اخرج من غرفتي. حسنا لا 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 بأس. هيا واحد اثنان ثلاثة. ترى لقد ترتبت الغرفة. ماذا ألبس ماذا ألبس؟ هذه الملابس التي أنا فيها لابس بها. حسنا لقد أتوا. ياي أهلا كيف الحال؟ أهلا بخير. مرحبا أهلا.
حسن، هيا تفضل اجلسوا، وأنت ادخلي إلى غرفة إيمي حسنا. ياي أهلا أهلا ليلى. أهلا إيمي. أوه يا إيمي، غرفتك جميلة، ليت عندي غرفة مثلها. شكرا لك. هيا لنلعب بالأحصنة أو بالمنزل. لنلعب بالأحسن حسنا، أنا أحب هذه المهرة، لذلك أنت خذي أي واحدة أخرى غيرها. سوف أخذ الزرقاء، هيا لنلعب. غرفتك جميلة جدا. شكرا لك حسنا. ماذا نلعب؟ واو، هذه ملابسك، ملابس المدرسة، ملابس المنزل، وملابس كل شيء. أوه، لديك ملابس عديدة. شكرا لك. ما هذا؟ قلم رصاص. نعم، وهذا كتاب المدرسة. هذه دباسة. واو، ما هذا؟ هذه أيضا صور جميلة. وهذا السرير. إن غرفتك جميلة جدا. ما هذا أيضا؟ يبينا لا نشعل الموسيقى. ياه، موقف، هذه الموسيقى ليست جميلة. هذه أجمل. هيا. أوه، إنها هادئة جدا. هذه إن صوت الموسيقى عالي جدا، انتظري، أخفض صوت الموسيقى. لا، أخفضها. أمي أمي. حسنا حسنا. حسنا، ماذا أضيفها؟ سوف أسكب القليل من العصير. أو ما قصة ذئب القرية؟ لا أعرف، هل من أين أتى هذا الذئب يا ترى؟ أو حتى زوجي لا يعرف. الحمد لله إنهم ذهبوا لكي يكشفوا هذا الذئب. لقد خوف أطفالنا. نعم إبنتي، لا تخاف، إنها خائفة جدا منا وأنها في غرفة. وأنا أيضا. وبعد انتهاء الزيارة، سوف أودي هذه الكاسة للمطبخ. جون، ما هذه الغرفة يا ولد؟ لقد جاء صديقك ولم يجلسوا سوى ساعة واحدة، وأنت جعلت كل الغرفة مكركبة. أمي، لست أنا، إنه هو. سبحان الله، صديقك يقوم بكركبة الغرفة. هيا رتبها عزيزي، هيا. أوف، حسنا أحسنت، لقد ذهبت وراء غرفة أيمي ولم تكن مكركبة مثلك. أم إنها قامت، الفتيات لا يقومون بكركبة الغرفة حتى لو. هيا اجلس. أحسن شيء أنه لا يوجد مدرسة، فيها إجازة من أجل الذئب. هذا لا يهمكم أنتم. وفي الليل ينام الجميع.